الأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وهو الحقيقة أخ وزميل. بيوت الخبرة الموجودة بالمحافظة هم أقدر ناس يقدروا يساعدوا العمل التنفيذي على أسس علمية وبحثية سليمة. الأخ العزيز السيد مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج والسادة قيادات مديرية الأمن والضباط والصف، ويمكن النهارده احنا بنسعد بوجود خالد الشاذلي ابن قنا وسوهاج ودينامو المصالحات، وهي من القضايا الرئيسية اللي لاحظتها في محافظة سوهاج، وكان لابد ان احنا الحقيقة نتعامل معها بكل حرفية وتقنية، فبشكره من كل قلبي. لما نلاقي مدير أمن بيتفهم طبيعة المشاكل والقضايا اللي في المحافظة ومعاه جنود بيقدروا يتعاملوا مع هذه القضايا بحرفية، لابد ان كلنا نتقدم بالشكر لجهاز الشرطة متمثل في مديرية أمن سوهاج من كل قلبنا الحقيقة. والدكتور عزة قالت ان هي وجهت دعوة للسيد مدير الأمن لتأمين المكان. أنا هختلف حاجة بسيطة، هم ليس لتأمين المكان فقط، ولكن دورهم أعم وأشمل. دورهم في حماية ووقاية الجريمة قبل أن تقع. دورهم الحس الأمني اللي الحقيقة بسترشد بيه في كل شيء بعمله، زي ما الجامعة بتسترشد بيه. كل التحية والتقدير لسيادتك ولكل العاملين في مديرية أمن سوهاج. ضيفنا هو مش ضيف الحقيقة، هو أخ عزيز وإعلامي متزن ناضج بيميل إلى الواقعية وإلى الاعتدال، دكتور محمد سعيد. وبشكر حضرتك على تكبدك هذه المشقة لإيمانك بدور الشباب وجامعة سوهاج ومحافظة سوهاج. أهلا بحضرتك وبمرافقين سيادتك زي الدكتور أحمد اللي أنا قابلته، وأتمنى أن يتاح فرصة إن حضراتكم تتحاوروا مع هذا النموذج الرائع من شباب مصر اللي شرفنا في كل حتة، وهو أنا متأكد إنه هيقتنع تماما بشباب سوهاج لما يتحاور مع حضراتكم دلوقتي ويشوف الزخم اللي موجود عندكم والانتماء والوطنية وقمة التحدي اللي عند شباب الصعيد وسوهاج بوجه خاص. الحقيقة كلية آداب تحت رئاسة الأستاذ الدكتور الكريم، زي ما الدكتور أحمد عز قال، احنا فعلا غير مفاهيمنا عن كلية الآداب. احنا كنا متخيلينها قدر عالي جدا من الثقافة، وزي ما الأستاذ الدكتور أحمد عزيز قال اشتق من رحمها كلية الآثار والألسن. الحقيقة ده شيء جميل جدا إن احنا نلاقي كلية الآداب بهذا الزخم وبهذه القوة. كل التحية للأستاذ الدكتور كريم مصلح ولسيادة الوكيل الأستاذ الدكتور فتوح على هذا الدور الرائع، ولأعضاء هيئة التدريس وخاصة قسم الإعلام بقيادة الأستاذة الدكتورة عزة عثمان، وكل أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وشبابنا من أبناء قسم الإعلام بكلية الآداب اللي لهم كل التحية والتقدير. وسعيد جدا بالبشرة اللي زفها السيد رئيس الجامعة إن شاء الله إن احنا نمضي قدما في إنشاء كلية الإعلام بإذن الله في محافظة سوهاج. تحية خاصة لكتيبة النجاح والكتيبة اللي كانوا سبب الحقيقة بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى في الطفرة اللي بتحصل في سوهاج. تعبتهم كتير ولكن هم قادرين على النجاح. السادة مديرين المديريات ورؤساء الوحدات المحلية اللي حاضرين وبيشرفونا، واكيد حضراتكم شفتوا الاختلاف، ويمكن احنا بنروح محافظات كتير وبنشوف. النهارده المسؤول في محافظة سوهاج بينزل الشارع مع المواطن يتلمس ويشعر بكل شكواه. صحيح في تحديات كلنا معترفين بيها، ولكن لابد ان احنا لنا شرف المحاولة. بشكرهم من كل قلبي الحقيقة، وخاصة لأول مرة يكون قيادات من الشباب في أي محافظة. احنا بنفتخر بيهم الحقيقة في محافظة سوهاج، وبشكرهم من كل قلبي على هذا المجهود الرائع. الأجهزة الحقيقة النهاردة في محافظة سوهاج، أنا ببشر حضراتكم لأن أنا مؤمن بالعمل الجماعي، وده الحقيقة يدي لحضراتكم ضمانة لما تلاقوا الجامعة، مديرية الأمن، المحافظة، الأمن الوطني، المخابرات العامة، المخابرات الحربية، كلنا كتيبة واحدة لأجل الحفاظ على أمن سوهاج وتقديم الخدمات التي تليق بأهلها. دي من الرسائل الحقيقة لازم حضراتكم تعرفوها.